وللمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة ديانة عبد الكريم الجهرمي، الأمين العام لمجلس التعليم العالي. أهلا بك في نشرة الثالثة. إذن التطور الذي شهده قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين من حيث عدد المؤسسات ونوعا من ناحية مواكبة المتغيرات وتلبية متطلبات سوق العمل، حدثينا عن ذلك. أسعد الله مساءكم بكل خير. طبعا قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين يحظى بدعم من سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة مستمرة من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، وبحرص مجلس التعليم العالي على تطوير قطاع التعليم العالي ومحتواه ومضمونه، والتأكد من تعزيز جودة مخرجاته وتزويد سوق العمل بخريجين أكفاء قادرين على التأثير على مسيرة التنمية المستدامة الشاملة، وجعل مملكة البحرين مركز للتعليم العالي وبوصلة للمستثمرين في هذا القطاع. طبعا أدت جميع هذه الجهود إلى زيادة عدد مؤسسات التعليم العالي إلى 21 مؤسسة حكومية وخاصة وإقليمية، منها 3 مؤسسات تم الترخيص لها مؤخرا. تقوم هذه المؤسسات بطرح برامج نوعية بالتعاون مع عدد من مؤسسات التعليم العالي المرموقة عالميا. كذلك يوجد عندنا على أرض المملكة فرعين لمؤسسات تعليم عالية أجنبية ذات تصنيفات عالمية مرتفعة. إضافة إلى ذلك لاحظنا زيادة وتيرة عدد البرامج المستضافة من الجامعات العالمية، وحصول نسبة كبيرة من البرامج الأكاديمية اللي تقدمها مؤسسات التعليم العالي في المملكة على الاعترافات والاعتمادات الدولية، وحصول مؤسسات التعليم العالي عدد منها على تصنيفات دولية وإقليمية مرموقة مثل تصنيف الكيو اس وغيرها، واحنا نعمل معاهم على زيادة هذه التصنيفات بإذن الله في المستقبل القريب. نعم أيضا أستاذة، كيف تعمل اتفاقيات التعاون مع مؤسسات التعليم العالي في الدول الشقيقة والصديقة؟ كيف تعمل في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية في مملكة البحرين؟ نعم طبعا قطاع التعليم العالي شهد في السنوات الأخيرة المزيد من التوجه نحو العالمية، الانفتاح على الفضاءات الأكاديمية والممارسات والمعايير الدولية، وأدى ذلك إلى تعزيز التعاون بين هاي المؤسسات ومؤسسات التعليم العالي الدولية ومراكز البحث العلمي والمعاهد من خلال عقد مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون لتعزيز تعاونها وشراكاتها الدولية، ولبناء شراكات حول برامج تبادل أكاديمي وطلابي وتعزيز المشاريع البحثية والدرجات العلمية المشتركة بهدف تعزيز قدرتها التنافسية ومكانتها العالمية. وطبعا يعني لاحظنا هاي الشيء في زيادة عدد مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون اللي وافق عليها مجلس التعليم العالي خلال السنوات الماضية، موزعة على تقريبا 22 دولة على المستوى الإقليمي والدولي، منها ما يقارب تقريبا 30 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم تم الموافقة عليهم خلال العامين الماضيين. ويقوم مجلس التعليم العالي طبعا بالمتابعة الحثيثة لمخرجات هاي المذكرات والاتفاقيات اللي تعكس السمعة الطيبة لقطاع التعليم العالي وتعكس الثقة العالمية بمخرجات. نعم دكتورة ديانة عبد الكريم الجهرمي، الأمين العام لمجلس التعليم العالي، شكرا جزيلا لك.